اليوتيوب وتحيه للناس ديال شوف تي في ومرحبا بكم عندنا مدينه طنجه. المهم كاين واحد الشخص واحد الحلاق كيقول كنتحدى الحلاقه المغرب كيحدد بالضبط الناس ديال طنجه وكيقول الناس الشمال وهادي لا انا ديجا واعر انا عندي بزاف ديال القدرات وكنت صغير وتعلمت انا سيدي عندي 17 سنه ومرحبا بك على الراس والعين ديجا ولاد الحرفه هاد ديكرادي كي دايره مرحبا بك على الراس والعين الحبيب ديالي وديجا عندنا جوائز وعندنا بزاف ديال الحوايج وبالنسبه للبرودويات وكل شيء كنخدموهم يعني ما تاكلكش معايا عشيري ومرحبا بك على الراس والعين اخي سليفي. يعني هو الشخص يعني اصلا ما تيقش في راسه حتى كيقول واحد الحاجه وما بيننا والو بيننا مجرد حسنه عاديه وما بيننا لا مشي طاس مزيونين لا صباغات مزيونين لا حتى حاجه يعني كيقول شفنا كيضرب فمه باقي ما قال والو لحد الان. المهم بالنسبه راه ديجا بينتنا ستوريات وعندنا فيديوهات في يوتيوب يعني شي حاجه موثقه وبالدلائل كاين لاشين في يوتيوب وديجا ما عندوش حتى لاشين وكيدوي كيقول لك انا مرحبا بك. المهم الا بغيتي التحدي مرحبا في اي وقت اجي عندي لطنجه ولا نطلع عندك الكازا ومرحبا بك وكاينه شي حاجه واعره بالنسبه للصبايغ بالنسبه للكيراتين بالنسبه لكل شيء ومعك واحد صغيور تعلم صغيور ومطيور كما كيقولوا تعلم صغيور من كل 13 سنه وانا كنتعلم الحلاقه عندي الوالد ديالي حلاق و اش غادي نقول لك يعني ما مي غادي تجي تشوف الصنعه من الداخل ما تلقى راسك ناقص بزاف عليا صراحه. كنت صراحه كنمشي انا المدرسه شحال هادي يعني كان بالي ديجا في الحلاقه كنمشي من صغري وانا كنمشي للمدرسه كل ملي نرجع يعني نقول لك من الرابع بديت كنفكر فكره انني نكون كوافور يكون عندي صالون تبارك الله بزاف الحوايج وكنت كنجي من عند الوالد للصالون كنقول له علمني الحلاقه كيقول لي لا كمل قرايتك وكذا وهادي. المهم جابت هاد الظروف ودخلت للصنعه دخلت لها بشكل قوي الحمد لله الدراري كتعرف شنو كاين. المهم حسنا فنانه بزاف الحوايج ومهم هو غادي يعرف شنو كاين من بعد غادي بالنسبه للصنعه هو كيقول انا ديجا علمت 30 واحد علمت بزاف ديال الناس لو وريتك الوالد ديالي وهادي بان دابا شويه نوريك راه علم اكثر من 60 واحد وهذوك الناس يعني علمهم ديجا مشهورين وديجا بلا ما تذكروا السميه ديالهم الله يسر لهم الامور علم بزاف ديال الناس اللي مشهورين بزاف ديال الحوايج. مهم كنوجه لك الرساله حتى ديك التحدي اللي كتقول التحدي ديالك ناقص جدا خصك تجيب لنا شي حاجه واعره شي حاجه طوب كما هادشي اللي كنوريوك حتى حنايا كحسنوا عندنا فنانه وملاعبيه ديال الكره تبارك الله من بعد غادي تشوف واحد السيد ملاعبيه ديال الكره الاتحاد كحسن عندنا ويقول لك شنو كاين والدراري طنجه كاملين كيفتخروا بينا الحمد لله. المهم خي اللي فيه ولا ما عرفتش شنو السميه ديالك ما عاقلش عليها. المهم حنا كندوي ماشي يداوي خاوي هادشيك فيه 3 ملايين ونص وكنخدموا شي حاجه بروفيسيونيل هذا غير اللي وسخ الدنيا ما صنعنا عندي يا ام في هادشي كامل 3 ملايين ونص يعني 3 الكيلو ونص السي محمد يعني تسنى شي حاجه مزيونه. السلام عليكم. معكم الاب ديال خالد مايسترو اللي هو معكم دابا في الشاشه. هذا الولد هذا انا تايق فيه وتايق في القدرات ديالو. علاش؟ لان تلمدوا على اليد ديالي انا تلمدوا بزاف ديال الحلاقه فهمتي وراهم عندهم سايت دائع فهمتي راه كاين اللي عنده فهمتي في مجال اليوتيوب وهادي وانتم راك كتعرفوا فهمتي حنا ولاد المهنه حنا اب عن جد في هاد المهنه هادي. هذا الابن ديالي كان تينزل الماليطه ديالو كان باقي صغير كان في مبتدا المستوى الابتدائي وكان تينزل الماليطه ديالو في الصالون هنايا عندي فهمتي حتى كي يجي من المدرسه عاوتاني كيلتحق بمعنى ان هاد الابن هادي راه واعر عليك وليدي فهمتي واعر عليك هذا راه وارثها ماشي زعما طاح اجا من السماء وجا لهنايا لهاد المهنه هادي. يعني كتسجل تحدى الكوافير وطبعا لانه هو تحدى الحلاقه كاملين فهمتي وحنايا عندنا روح مهنيه فهمتي ما يمكنناش ما نردوش عليه. واخا اسمح لي نقطعك يعني عندك الثقه في الام ديالك كتمشي بعيد قدام. عندي الثقه في الام ديالي مادام انني بالروح وعايش معاه غادي عندي الثقه بان السيد هذا غادي يمشي بعيد في هذا المجال ديال الحلاقه غيكمل المسيره ديالو تعلم على يدي فهمتي كما تعلموا الاخوان الاخرين. اول حاجه كنشكر شوف تي في على هذه الاستضافه هذه ونقدم راسي اول حاجه عمر مصور الريش من مواليد سنه 1995 لاعب سابق لفريق اتحاد طنجه. فبالنسبه لخالد خالد انا كنعتبره لو ميور كوافور ماروك حيتاش عنده الى اون توش سبيسيال عنده واحد اللمسه خاصه اللي كتخليك يعني ما تقدرش ما ترجعش عنده. كاين انا كنعتبره شخص كرياتور مبدع وكاين الناس ديال الحلاقه قليل في غتجبر الحلاق مبدع هذا شخص مبدع تبارك الله يعني كما قلت لك يعني غتحسن عنده وغادي تبقى معاه ديما وانا صافي لونطون وانا معاه. مازال وانت كتحلق عليه
تقريبا سبع سنوات، المهم صافي لونطو وانا معاه. اي مد وانا كنلعب كره وانا ملي بدا تقريبا ملي بدا الدومين وانا معاه، وكنتمنى له مسيره موفقه. وبالنسبه لي انا كنشوف هو لو ميور، ما كاينش شي واحد احسن منه في المغرب صراحه. صراحة أنا ما كنعرفوش فهمتي، ما نعمل واحد كومباريزون بيناتهم. حاجة طبيعية، أنا كنقول لك أنا كنعتبره هو لو ميور كوافور ماروك، يعني من أحسن كوافور اللي كاينين في المغرب، يعني يتحدى ويفوتوا. شوف ديجا عندي شي شارك في مهرجانات، عندي بزاف ديال الحوايج، منهم ميداليات، منهم يعني بالدبلومات ديال الكيراتين، بالبروتين، باللي بغيتي، بالديغرادي. ولا بغيتي انت كتقول داكشي ديال مشطى ومقاص وداكشي قديم، راه ديجا خدمنا به من كمال الوال. يعني دابا الجديد كاينه برودويات واعرين، كاينه شي حاجه واعره، راك ما بينتي لنا والو، بين لنا الجديد عندك. وانا كنتحداك دابا في القناه ديال شوف تي في، ومرحبا بك الا بغيتي ترد عليا، مرحبا على الراس والعين، وغادي نوريك شي حاجه واعره عمرك شفتيها في حياتك اخي سعيد، وتبارك الله عليك. الرساله اللي نوجه للشباب، اول حاجه اسمح لي واحد الدقيقه، هو وهان الشباب دابا بهذا الشيء اللي كيقول. هو كيقول انا كنتحدى مغاربه كاملين، انا كنقول ماشي انا هو الواعر، كنقول واعرين في المغرب، كيقولوا الناس الحمد لله كيعطيونا، كيقولوا انت احسن حلاق في المغرب. ولكن كاين الدراري تبارك الله مبدعين، كما قال الحبيب ديالي، كما قال خي الحبيب. واش غادي نقول لك؟ قلتي واحد الحاجه، هي انت الحلاقه فهمتي، ما خصكش تهي الحلاقه. دابا حنا كاملين بينا بحال بعضيتنا، يعني كاملين كنبداو الصنعه كنبغيو نطمحوا. وانا حيت انت الحلاقه غادي ان شاء الله، انا غادي نهينك ان شاء الله، وفوز الدومين غادي نشعل معاك العافيه صراحه. نخليو الجمهور يحكم ان شاء الله، ومن بعد نقدروا نديروا مباراه، نقدروا، انا معاه في اي حاجه بغاها، المهم رد عليا وانا معاه. مرحبا.